سيادة الرئيس، هل تشعر بالندم؟ هل تشعر بالندم لإعدامك محمود محمد طه؟ أبدا. وهسه إذا كان تاني حي ومصر على العمل بتاعه ده هعدمه، وإذا كان واحد عمل زيه تاني وأنا عندي السلطة هعدمه. ما أشعر بالندم أبدا، لأنه ده مخطئ خطأ كبير جدا. الزمن داك زمن محمود محمد طه قتلوه في البلد دينا، لما قال لهم العبد قال يترقى في منازل العبودية، كتاب اسمه الصلاة بتاع محمود محمد طه، واسمه الرسالة الثانية للإسلام، قال العبد يترقى في منازل العبودية حتى يبقى هو الله، يبقى هو الله ذاته. كان محمود محمد طه ما بصلي صلاة، ما بصلي، وبكون قاعد والجماعة حوالينه في الذكر بتاعنه شغالين بيقولوا هو الله هو الله، بيأشروا على محمود محمد طه في البلد دينا. نماري رحمه الله أبعاد قتلوا، قتل محمود محمد طه بتهمة الردة لأنه مرتد. ذول يقول أنا الله، ما مرتد يعني قاعد في الإسلام، ربه منو؟ يقول أنا الله يعني قاعد في الإسلام كيف؟ أسا ممكن يجيك أخو مسلم اللي يلخش خشمه عادي يقول لك لا لا ما في داعي يا أخي، الإسلام واسع. واسع كيف؟ هو قال أنا الله، والوسع وين تاني؟ كده وريني الوسع وين هسه؟ يقول لك لا لا وسع يا ما تضيقوها يا أخي. أوسع لك كيف يا مرضان؟ أنا أوسع لك كيف؟ ده قال هو الله ذاته. يا يبقى هو الله صحيح وتاني إسلام ما في، يا يبقى كمان هو ما الله وده كافر يقتلوه. محمود محمد طه قتل مرتدا، والشريعة الإسلامية ما فيها فلسفة زي دي. تقول لي لا لا، وطبعا أنا واللغة العربية واسعة وفي جناس والطباق وكناية، شوف في الكناية والجناس مع ذلك كله إن التكافر مع ذلك كله. ده لما انقتلوا محمود محمد طه ردة وغيره من المرتدين القتلهم في واحد ثاني قاعدين، أصل نميري صلت على ده، وأنا حضرت له برنامج عنده رجالة ظريفة خلاص بتكلموا معاه هسه قريب ده قبل ما يموت. قالوا له يا أخي هل أنت ندمان على قتلة محمود محمد طه؟ لا، قال لهم ما ندمان، وقال لو قاعد تاني وفي واحد تاني زيه برضه بقتله. قال دي رجالة عجيبة جدا. قرض الزول ده البرع يدافع عن الزنادقة ديل، قال سفكوا دماء الأبرياء ظلما، قال كما سفك الذين خلوا دم الحلاجي. ابن تيمية نقل إجماع علماء المسلمين، إجماع العلماء، قال واجب يقتل كل من اعتقد أن الحلاج على حق أو اعتقد أن الحلاج قتل ظلما وجورا. حلاج ما مظلوم، حلاج كافر. ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس قال قتل الحلاج ردة بإجماع العلماء، ده مرتد مرق من الشريعة. لكن هسه تعرف احنا عندنا مرتد زي ده بيجيبوا لك في الإذاعة بتاع 8 صباحا، 8 صباحا في الإذاعة بيجيبوا لك يقول لك قصيدة لأبونا الشيخ العارف بالله بتاع أحمد التجاني، سمعتها قريب ده، قصيدة بتاع أحمد التجاني في الإذاعة. والله القصيدة دي قسمت بالله جل وعلا ما قريت ولا سمعت بيضاني دي من الله خلقني كفر زي في القصيدة دي. قال وأجود على أم لترحم طفلها ورحمة من في الكون من بعض رحمتي. الرحمة في الكون دي كلها، المرة اللي بترحم جناة والغنماية اللي بترحم عتوت الصغير، كل الرحمة في الكون دي قال من بعض رحمتي، دي من الجزء من الرحمة بتاعت أحمد التجاني. ونفس القصيدة دي ونفس الكلام ده قالوا القادري اللي قرأ كلامه شهاب قبل شوية. يا ناس إذا كان دي العقيدة اللي الآن بيدعو لها محمد المنتصر الودو أمريكا ده، دي العقيدة اللي بيدعو لها، وبعلمها لأولاد المسلمين ولأماتكم في البيوت ولحبوباتكم في البلد هناك برادي الزول اللي بيجي داخل علينا، بيعلمنا عقيدة زي دي. الزول لو قال يا الشيخ تمام ما في حاجة، الشيخ بينفع الضر ما في حاجة، الشيخ بيدي الجنة كويس، العقيدة دي بعلمها لون الزول المجرم ده. عشان كده واجب على أي داعية، واجب على أي داعية يحذر من الإجرام الزي ده ومن الناس الزي ديل. أوعى تقتل حيلك وتعمل فيها بتاع حكمة وما هكذا،
وده ما اسلوب وغشك واحد ابو عزوان غشك. قال له الشيخ ضد الجنة وبيحيي وبيخلق زول زي ما بقول ده ما قال ده بس قال له الله استوى كيف استوى. دي الامام مالك عرق اطرق ساعة مدنقر كده وعرق العرق نزل منه ها وبعد ما رد عليه قال له الاستواء معلوم والكيف مجهول المقولة بتاعته المعروفة. بعد ما رد عليه قال اخرجوه وهذا مبتدع شالوه جدعوه برا. تعرف هسا لو اعترضت على زول في كلمة زي دي قلت لك يا اخ ما اقول يا بسيطة جدا. الليلة واحد يجيبوه في التلفزيون يشرط خشمه ويفتحوا ويقول لهم الشيخ يخلق ويرزق ودي الجنة وانت لو نظمت في زول زي ده يقول لك متشدد يا اخي متطرف. طيب الامام مالك ده يطلع شنو؟ لو جا الامام مالك البلد ده انا متاكد وتاني ما بيجي لكن لو جا بيبدا بيننا احنا في الاول قول انا انتوا ما شادين حيلكم في ناس بيقولوا كلام زي ده انتوا قاعدين تسووا في شنو؟ انتوا قاعدين تسووا في شنو؟ اجي صار السنه بيتبطحوا ودارين دعوه ظريفه كده لا يسال لا صوفي لا يسال ده والجماعه كلهم يشكروا يجي يعمل لهم محاضره وراسل العصير بجاي وحلاوه بهيني ورده خاتنا على بجاي وينفخ جضيمات ويقعد انه وامه الاسلام الامه تحتضر ويا اخوتاه في الله والجماعه بكونوا مبسوطين منه جدا وانتهي جزاك الله خير يا مولانا المره الجايه تعال برضه دايرين دين زي ده هو دين زي ده ما اكلمك النصيحه دين ده يا تبقى نجيد وتقول عقيدتك عديل وخليت الاحسن يحصل يا كمان تخليهم شوف لك شغله ثانيه شوف لك شغله ثانيه لو دارين ترطبوا بمزاج امشي افرش فرش لك بصل هنا وطماطم في السوق ده ولقط قريشاتك وامشي وكل وجبه وربي لك كرشه كبيره وانبطح في بيتكم. اما دين دار تقدم اسلام قدم اسلام عديل زي ما قدموا الصحابه. صحابي بيجي بيلموا فيه بدقوه بيقطعوه حته حته كده ده في الدين يقطعوه حته حته انت ما دار زي ده يا جبان يا مرضان واحد دار يملى كرشه ويقول وبعد عنده راي في الناس اللي بيتكلموا في الحق. شوف نحن لا عندنا شغله بيدك ولا بيدك نحن دار ندعوك لعقيده صحيحه وتحمل الراي دي معانا ما برانا تشيل الراية دي معانا تدعو للتوحيد وتكلم الناس بالعقيدة خليه يدعوك بشباك الجامع والمرة الجاية يدعوك بالحيطة والمرة البعدية يطردوك من الحلة ما مشكلة خليه يطردوك ماله عادي جدا. انت عارف انا من عمري 10 سنة بشوف في ابوي بيطردوا فيه شغال مدرس طردوه من 8 مناطق انا الاساس قريته في 4 مناطق 4 بعد شويه اصبح الصباح ابويا لقى جاب اللوري وين؟ والله طردونا ماشيين بركب بمش 4 مدارس دي قاري فيها الاساس براو يطردوك هنا تمشي دي الدعوه كده دي دعوه التوحيد ما تخليه ولا تجامل في عقيدتك قول التوحيد عديل الداير ويمشي ما سمعك يا ما تجامل الامور دي ما تلف وتدور سايق شنو معناه حك حكا واحد تلقاه في المنبر مشينا مره لواحد في اللبيط انصار سنه في اللبيط ده يتخيل قال لنا انا شغال في الجامع ده 12 سنه خربتوا عليه الجامع قال ده يوم واحد اخونا مزمل الفقير يوم واحد يتكلم في الجامع قال خربتوا علي 12 سنه قال انا شغال معاهم واحده واحده دي 12 سنه ما وصل انه البرعي ده داعيه بتاع ضلال دي ما وصل لسه الواحده بتاعتك دي شنو هي؟ واحده واحده دي كيف؟ ولبتين يا مرض هرس ادب ولعب بالدين الدين ده انا سوى يكون واضح داير لو اشوف ام في اي حته ثانيه دين الاسلام دين واضح عقيده نظيفه عقيده صافيه قران وسنه كلام واضح داير غير كذا تشوفوا شغل اي في حته ثانيه. السلام عليكم.